صمت على الصليب من أجل الخطيئة التي تجرأ عليها آدم في الفردوس. خز كتاب يد خطايانا أيها المسيح إلهنا وخلصنا. الرب سمعني، اللهم اسمع صلاتي ولا ترفض طلبتي، التفت إلي واسمعني. عشية وبكرة ووقت الظهر كلامي أقول فيسمع صوتي ويخلص نفسي بسلام. يا من في اليوم صمرت على الصليب في الساعة السادسة وقتلت الخطيئة بالخشبة وأحييت الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقته بيديك. الذي مات بالخطيئة اقتل أوجاعنا بآلامك المشفية المحيية، وبالمسامير التي صمرت بها انقذ عقولنا من طياشة الأعمال الهيولية والشهوات العالمية إلى تذكار أحكامك السمائية كرافاتك. إذ لا
ليس لنا وسيلة من أجل كسرة خطايانا، من أجلك يا والدة الإله العذراء نجد دالة عند الذي ولدتي، لأن كثيرة هي شفاعتك قوية ومقبولة عند مخلصنا. أيتها الأم الطاهرة لا تخلي الخطاة من شفاعتك عند الذي ولدتي، لأنه رحوم وقادر على خلاصنا، لأنه تألم من أجلنا لكي ينقذنا، فلتسبق وتدركنا رفاتك سريعا لأننا قد تمسكنا جدا. أعنا يا الله مخلصنا من أجل مجد اسمك يا رب خلصنا، واغفر لنا خطايانا من أجل اسمك القدوم. الآن وكل أوان وإلى نهر النور. آمين. صنعت خلاصا في وسط الأرض أيها المسيح إلهنا، عندما بسطت يديك الطاهرتين على الصليب، فلهذا كل الأمم تصرخ قائلة المجد لك يا شخصك الغير الفاسد أيها الصالح، ونسأل غفران خطايانا أيها المسيح إلهنا، لأن بمشيئتك سررت أن تصعد على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو. نصرخ إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما أتيت لتعين العالم يا رب المجد. ممتلئة نعمة يا والدة الإله العذراء، نسبحك لأن من قبل صليب ابنك انهبط الجحيم، وأبطل الموت وأمواتا كنا فنهضنا، واستحققنا الحياة الأبدية، وأخذنا فرح الفردوس الأول. من أجل هذا نمجده بشكر مثل شجاع المسيح إلهنا.